هو أبو لحظة جمال أنا. تذكرت هلأ شغلة حلوة كتير وزعلت من حالي لأني ما عملتها بيوم عيد ميلادي. يلا بس بجملة واحدة خلونا نقول نحن ليش منحب حياة. هي بسيطة، لأن صديقتي المفضلة. أوكي ما عنا شك بكلامك أبدا، وكمان حياة بتسلي وحبابة كتير. فاجأتوني، بتشكركن، خجلتوني عن جد. معناها لازم نحكي كمان شوي لحتى تخجلي أكتر. أنا بحبك كتير لأنك أختي اللي تمنيتها طول عمري. معزتك عندي غير كل العالم أسيل، وإنتي بنات الأحماية اللي فتوا على قلبي من أوسع الأبواب وضليتوا جواته، البنت الشهمة والوفية والغالي على قلبنا. ما بعرف شو بدي أقول أبدا، كلامكم بجنن. حبيبتي شي طبيعي إنك تقولي هيك لأنك لسه لهلأ ما سمعتي شو بدي أحكي. أنتي عصفورة بكل معنى الكلمة. بس ليش؟ لأنه من أول نظرة كلنا حبيناك، ولأنه روحك حرة كمان كأنه عندك جناحين. حلو. مراد أنت ما رح تقلي شي. اللي شفته لليوم انك اقوى وابسط واصدق انسانة قابلتها. بصحة حياة. حياة.